هذه النقشة اللطيفة. يتكون السيت من 12 قطعة وسعره 4000. توفرت فرشة صبغ على شكل سيت يتكون من 3 قطع، كبير ووسط وصغير. فهذا الشكل جدا عملية ومفيدة، وسعر السيت 1000 دينار. سيت يتكون من شفرة وفرشة صبغ، هذا الشكل جدا عملي ومفيد، وسعره 1000 دينار. مك بالحجم الكبير توفر بهذا الشكل، اللي يحبون الايس كوفي دائما ويشربوه. وعلي شكله كلش حلو، حجمه كبير سهل الاستعمال مثل ما نشوفه بهذه الطريقة. داخله يكون بلاستيك والغلاف الخارجي يكون اكريليك، كلش حلو مرتب، وسعره 1000 دينار. سيت نفاضة زجاج يتكون من قطعتين، تجي بهذا الشكل سادة. وعلي شكلها كلش حلوة وانيقة، وسعرها 1000 دينار. طاوة جرانيت توفرت بهذا اللون، اليد تكون خشبية، القاعدة تتكون من 3 طبقات غير قابلة للالتصاق، حجمها 18 وسعرها 6750. دلة فافون بالحجم الوسط توفرت بهذا الشكل، كلش حلوة وعملية، وسعرها 1000 دينار. سيت ملعقة طعام ستيل واليد تكون خشبية مثل ما نشوف، كلش حلو ومرتب. يتكون السيت من 6 قطع وسعره 2000 دينار. يا هلا يا هلا بزبائنا الكرام، حياكم الله وعساكم بخير. خلوني أبلش اليوم وياكم بهالسيت الشكردان الفرفوري اللي واصلنا بهذا الجمال بعلي الألوان، كلش حلوة. يتكون من 7 قطع، 3 قطع بالحجم الكبير و4 بالحجم الصغير، كلش حلو مرتب. بعلي الغطاء مالته يحتوي على قطعة من السيليكون حتى يكون محكم الغلق، ويجي وياه ستاند معدن، فشي كلش مرتب، وسعره 23.5. مقدمة زجاج باللون العسلي توفرت بهذا الشكل، حجمها يكون كبير وبنقشتين مثل ما نشوف، القاعدة تكون بلاستيك مطلية باللون الذهبي، كلش حلوة وكشخة. نقدر نستفاد منها نخلي بيها شوكليت، نخلي بيها حلويات، نخلي بيها فواكه، كلش حلوة ومرتبة، وسعرها 4000. للي يحبون يستخدمون الأواني الفافون، توفر معون فافون بحجمين، حجم كبير وحجم وسط بهذا الشكل، وسعره 1000 دينار. مقلمة خشب توفرت بهذا الشكل بعلي الجمال والكياتة، نقدر نستفاد منها نخليها مو بس للأقلام، نخلي بيها المكياج للإكسسوارات، كلش حلوة. بعلي الجرارات مالتها كلش حلوة وكيوت، وسعرها 1500. مسدس صمغ حراري توفر بهذا الشكل، حجمه يكون كبير أصلي، نوعية ممتازة، كلش عملي ومفيد لأصحاب الأعمال اليدوية، وسعره 3500. قاصة بلاستيك توفرت بهذا الشكل، تجي على شكل قناع بوبجي، كلش حلوة ولطيفة. من هنا نخلي الفلوس، وبأي وقت نحتاج ناخذ منهم نقدر نفتحها من هذا المكان بدون ما نضطر لكسرها، كلش حلوة ومرتبة.